عادت إلى أرض الوطن قادمة من بولندا طائرتا شركة إير كايرو، وعلى متنهما الطلبة المصريون الذين عبروا الحدود الأوكرانية البولندية. جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة الطلبة الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة. وأفادت سفارة مصر في بودابست بأنه تقرر إرسال طائرتين يوميا اعتبارا من اليوم وحتى الجمعة المقبل، وذلك لإعادة المواطنين المصريين القادمين من أوكرانيا إلى مصر.